معايا تقريبا كوبايه ونص من الذره الصفراء المسلوقه متفصصه. تمام، بتتباع معلبه وبتبقى حلوه جدا على فكره، ومكتوب عليها تاريخ الانتاج والانتهاء، او ممكن نجيبها كوز يعني يتسلق، ما بياخدش وقت ابدا في السليق، وبعد كده بالسكينه كده ايه بنفصص بنقطعه كده، فبينزل ايه الفصوص بتاعه الذره. تمام، معايا بقى ايه تقريبا 2 من الخيار متقشره كويس ومتقطعه مكعبات صغيره كده تليق مع الذره، يعني كله متقطع صغير. ومعايا كمان طماطم متقطعه صغير، ومتشال طبعا منها البذر او القلب بتاعها، احنا عايزين الطماطم نفسها من غير القلب. بصل ابيض متقطع صغير، ومعايا كمان معلقتين كبار من الكزبره الخضراء اللي متقطعه برده بالسكينه كده حتت صغيره، وفلفل رومي اخضر متقطع صغير، ملح وفلفل، ومعلقتين كبار من عصير الليمون، ومعلقتين كبار من الزيت. بس كده سهله جدا جدا، ما فيهاش حاجه، بس طعمها بقى لذيذ قوي. نجيب بوله كده ظريفه ونحط فيها الليمون، معلقتين كبار من الليمون، ملح فلفل، ونقلب الليمون بالملح والفلفل. نحط بقى البصل، نحط الطماطم والخيار والفلفل، الفلفل الرومي الأخضر، نقلبهم كده، والخيار، وهنحط الذرة بقى الصفراء، يبقى طعمها ظريف قوي. واخر حاجة الكزبرة الخضراء المتقطعة برضو، ونحط السلطة، وهتليق جدا بقى مع الفراخ المشوية الحلوة اللي احنا شويينها دي. بس كده